بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم الأستاذ زراد فاضل، أستاذ مادة الفلسفة. بعد ما شفنا في حصة سابقة من حصصنا اللي تناولنا فيها التجربة كمقياس لعلمية العلم، اليوم رح نكملوا الجزء الأول، رح نروحوا للجزء الثاني إن شاء الله. رح نشوفوا اليوم إن شاء الله كيف لا تكون التجربة هي المقياس الوحيد لعلمية العلم، أي أن هناك علوما قد تسمى علوما وأننا نثبت علميتها من غير اللجوء إلى المنهج التجريبي. في الشطر الأول من الدرس كنا شفنا التجربة مقياس لعلمية العلم، وحاولنا نثبت كيف تكون التجربة هي المقياس الوحيد والضروري والضامن لعلمية العلم من خلال مجموعة من النقاط ومن خلال مجموعة من الجزئيات. طبيعة الحال من أراد أن يرجع إلى الدرس فليرجع ويشوف الدرس، هو بطبيعة الحال درس مهم جدا. اليوم إن شاء الله رح ننتقل معكم إلى الجزء الثاني، ورح نركز على التجربة ليست مقياسا لعلمية العلم. ما الذي يجعلك يا أستاذ تؤكد بأن التجربة ليست هي المقياس الوحيد لعلمية العلم؟ أول شيء لازمنا نتحدث عنه هنا أستاذ، وهو أن التجربة في حد ذاتها ليست مصدرا يقينيا يمكن الاعتماد عليه لأن نجعل من العلم علما. طبيعة الحال إذا كانت كل العلوم تعتبر نفسها علمية لأنها قاضعة أو قادرة على صياغة قوانين، وهذه القوانين يمكن تعميمها والتنبؤ بها وغيرها من الشروط التي أضافتها التجربة للعلوم أو إلى المعرفة الإنسانية، لكن أستاذ هذه التجربة في حد ذاتها لو كان نجيو ندقوا في نتائجها وندقوا في معطياتها رح نلقاو بلي باش إن التجربة في حد ذاتها قد تكون في بعض الأحيان نسبية. ورح نبدأه في الجزء الأول تاعنا نتحدثوا على نسبية التجربة. كي نشوفوا الآن التجربة ليست مقياسا وحيدا، ونأكدوا التجربة ليست مقياسا وحيدا، وليست التجربة ليست مقياسا للعلم، لأن البعض يغلط ويروح يكتب لنا التجربة ليست مقياس للعلم. لا، التجربة مقياس للعلم ولكن ليست مقياسا وحيدا للعلم. نروح نشوفوا الآن إلى أو نبدأ في عرض الأدلة تاعنا. أول شيء إن التجربة في حد ذاتها تضطر إلى الانطلاق من مقدمات غير مؤكدة تجريبيا. الاضطرار إلى الانطلاق من مقدمات غير مؤكدة تجريبيا. ما معنى مقدمات غير مؤكدة تجريبيا؟ يعني المنطلقات اللي تخدم بهم التجربة في حد ذاتها وراها تمشي بهم، هذه المنطلقات لا يمكن إثباتهم من الناحية التجريبية. بالنسبة للناس اللي انتقدوا هذا المنهج قال لك بلي باش المنهج هذا راه قائم على حوايج هي في الأصل ماهيش مؤكدة. شنو ما هذا أستاذ؟ أول شيء إن النتائج الاستقرائية كما يعتبر عبد الرحمن بدوي، طبيعة الحال هنا راح نبداو بفكر المفكر عبد الرحمن، راح نبداو بالمفكر عبد الرحمن بدوي، إن النتائج الاستقرائية في حد ذاتها ليست يقينية، ماهيش دقيقة، ماهيش واضحة، بل إنها ترجيحية تقريبية. وش معناته ترجيحية تقريبية؟ يعني الناس النتائج اللي توصل لها العلوم التجريبية نتائج لا يمكن أن نصفها بالمطلقية، هذه النتائج إما تقريبية وإما قابلة للتغير والتبدل في كل وقت. علاه؟ فهي تقوم على الاستقراء الناقص. ما معنى أستاذ الاستقراء الناقص؟ أولا أستاذ ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هو الانتقال من الحكم إلى الجزء إلى الحكم على الكل من خلال ما يعرف بمبدأ التعميم. يعني ندرس عناصر جزئية وهذه كل الجزئيات اللي درسناها نروح نعمم النتائج تاعهم على الكل. الاستقراء التام هو الاستقراء اليقيني، ولكن الاستقراء التام استقراء نادر الحدوث. ما معنى استقراء تام؟ يعني تكون عندي مجموعة جزئيات معينة، ونفرض مثلا أنا قال راح ندرس 30 تلميذ، 30 تلميذ عدد سهل نقدر ندرسه، لكن لما يكونوا يطلبوا مني يقولوا لي أدرس تلاميذ الجزائر، تلاميذ الجزائر أنا ما نقدرش ندرسهم، راح نهز عينات والنتائج اللي وصلت لي على العينات راح نسحبها ونعممها على الجميع، لهذا نسميه استقراء ناقص. فهذا أستاذ الاستقراء هذا هزه انت وحطه في التجارب العلمية. العالم ما يقدرش يجرب على كل الحديد اللي في العالم وباه يعرف درجة الذوبان تاع أو درجة الحرارة التي يحتاجها للذوبان. العالم ما يقدرش يتبع المطر في كل العالم ويشوفوا كيفية النزول وظروفه وشيء وكذا، هو يهز مجموعة من الجزئيات ثم يعمم على الكل، وبالتالي فيسميه استقراء ناقص. إن الاستقراء الناقص في الغالب استقراء غير يقيني وهو فقط ترجيحي. إذن ما الذي يبرر؟ يقول لك هم هنا، فعلى أي أساس ينتقل العلماء من حقائق جزئية إلى قوانين عامة؟ شكون اللي يضمن لك أن ما يصدق على الجزء بالضرورة يصدق على الكل؟ وبالتالي فالنتائج اللي راك توصل لها قد تكون في هذا المكان صحيحة، ولكن في مكان آخر قد تكون خاطئة، أو قد تكون تقريبية، أو قد تكون نسبية.
أو في الزمن هذا قادرة تكون صحيحة، ولكن في زمن آخر قد تتغير هذه النتائج. وبالتالي فعلى أي أساس نبرر التعميم والوصول إلى قوانين انطلاقا من استقراء الناقص؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أستاذ، إن التنبؤ الذي يقوم به العلماء داخل أو لما يضبطوا القوانين تنبؤ محدود، يعني وش دائما مضمون، التنبؤ محدود، ومن المستحيل التنبؤ على الوجه الأكمل في الظواهر العلمية. تبارك مثلا تشوفوا باليوم مثلا في الأرصاد الجوية، قادر يقول لي اليوم تصب المطر وغدوة وما تجيش، قادر يقول لي مثلا اليوم الجو مشمس وبعد ما لقاش الجو هذا المشمس، قادر يقول لي اليوم راح تكون درجة الحرارة مرتفعة وما تكونش درجة الحرارة مرتفعة، وقس على ذلك في غيرها من التنبؤات العلمية. العلماء لليوم ما يعرفوش متى يمكن أن يحدث الزلزال، فهم حتى راح يتنبؤوا به فيتنبؤوا به في ثواني قليلة جدا قبل وقوعه، وهذا غير كاف لاتخاذ الاحتياطات. ثم إذا كانت غاية العالم الوصول إلى قانون، والقانون طبيعة الحال في الأخر هو محصلا عن التجربة، فإن هذا القانون مبني على مبدأ السببية. ولما نحب نعرف أن القانون وش هو القانون أستاذ، القانون هو اللي يشرح لنا الأسباب المتحكمة في الظاهرة، يعني لما نروح ندرس الظاهرة ونجمع أسبابها في الأخير هنصيغ هذه الأسباب في قانون فنسميه القانون. أنت تقول لي أستاذ إذن القانون مبني على مبدأ السببية، القانون مبني على مبدأ السببية، شكون اللي يضمن لك بطبيعة الحال هنا على حساب هدر دافيد هيوم أو على حساب الكلام الذي ساغه الفيلسوف دافيد هيوم؟ السببية حسب دافيد هيوم لا يمكن إثباتها، لا يمكن أن نقول بأن هناك سبب عليها أستاذ، مكنش منها. إحنا كل ظاهرة نعرفها عندها أسباب. إيه هذا ما تعتقده أنت حسب دافيد هيوم؟ يقول لك إن السببية ما هي إلا عادة عقلية اعتاد الناس على رؤية التعاقب والاضطراد بين الظواهر، فسموا الأول علة والثاني معلول، وبالتالي فالقضية ليست قضية سبب وإنما قضية علاقة، فنحن لا ندرك العلاقة، لا نستطيع أن نرى الأسباب التي تحدث شيئا ما، إنما نحن نربط بين العناصر فقط أو بين ترتيب العناصر فقط، بين ترتيب الأسباب لا أكثر ولا أقل. فإذا كان جاء الأول سميناه هو العلة أولا، ثم سمينا الثاني معلولا اللي هو التابع له، رغم أننا لا نرى العلاقات الموجودة بينهما إلا إنها مجرد عادة عقلية اعتادها الإنسان. فالناس قد ألفوا رؤية البرق ثم سماع الصوت الرعد، فيعتقدون بأن البرق هو سبب الرعد، في حين أن الظاهرة تحدث في نفس اللحظة. الفارق بينهما هو أنه الضوء أسرع من الصوت، فتصلنا صورة الضوء قبل أن يصلنا الصوت فنعتقد بأن البرق سبب الرعد، في حين أنه لا سبب بينهما. أو كما يقول دافيد هيوم، لو سألت الفلاح ما سبب طلوع الشمس لأجابك صياح الديك. فالفلاح في 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 الريف هو يربط دائما بين صياح الديك وطلوع الشمس، بالنسبة إليه ما الذي جعل الشمس تطلع أو ما الذي جعل الشمس تشرق؟ إنه صياح الديك بالنسبة إليه. فهذا الارتباط بالنسبة إليه هو ارتباط سببي حسب الفيلسوف حسب الفلاح، ولكن في الحقيقة لا علاقة بين صوت صياح الديك وطلوع الشمس. لكن دافيد هيوم يؤكد أنه لا وجود لبرهان عقلي أو تجريبي يثبت صدق الاستقراء. ما نقدروش نبرر الاستقراء وما نقدروش نقول بلي باش النتائج تاع الاستقراء صادقة. يبرر الاستقراء أو يبرر الاعتماد عليه. فالسببية حسب دافيد هيوم ماذا؟ ما هي إلا عادة عقلية ناتجة عن التكرار، ناتجة عن الألفة. كنا نشوف هذه ونقول جات وراها حاجة، جات وراها حاجة، معناته الأولى سبب الثانية. إذن تكرار الحوادث أمامنا، وبالتالي لا يمكن إثبات الحتمية المطلقة أو مبدأ الحتمية أصبح مبدأ غير صادق. لا، لأنه مبدأ الحتمية كنجي نعرفه وش نقوله، نفس الأسباب تؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج. إحنا هنا السببية أصلا ما عرفناهاش، وبالتالي فالسببية غير موجودة، إذن حتى مبدأ الحتمية يصبح غير معلل أو غير مبرر للاعتماد عليه. إلى جانب ذلك أستاذ، نجد أنه في الواقع عالم الأشياء عالم متغير، عالم الطبيعة في تغير مستمر، اليوم زي وغدوة زي خلاف، اليوم كانت ظواهر واليوم راه الظواهر إما زادت شدتها وإما قلت شدتها. احنا نعرف مثلا عندنا ثقب الأوزون، ثقب الأوزون مثلا اليوم والتغيرات المناخية التي أحدثها، معنى أن مستوى
درجة الحرارة أو متوسط درجة الحرارة الذي كان في السنة الماضية ليس هو نفسه السنة هذه، ومستوى درجة الحرارة الذي كان في السنة هذه ليس هو نفسه قبل 10 سنوات. إذن عالم الطبيعة عالم متغير، عالم في تغير مستمر. هذا التغير أستاذ قد لا نلاحظه بالعين، وقد لا تلاحظه بعض الوسائل اللي رانا نستعمل فيها اليوم، ولكن التغير يحدث. إذن أستاذ مدام هناك تغير، معناته القانون اللي وصلت له البارح أنا لازمني نعود نصيغ قانون واحد آخر جديد يتلائم مع الظاهرة الجديدة. إذن أنا لازمني دائما نجدد القوانين. فعالم الطبيعة عالم متغير. إذن رغم تسليمنا بمبدأ الحتمية، رغم تسليمنا بمبدأ الاضطراد، إلا أن الظواهر متغيرة باستمرار. يقول هيراقليدس: إننا لا ننزل في النهر الواحد مرتين. ما معنى أستاذ لا ننزل في النهر الواحد مرتين؟ معناته إذا هبطت في الماء أنا هذا في النهر مثلا، قاسني الماء هذا، نعود نخرج ونعود ندخل، فإن الماء اللي مر علي في المرة الأولى ليس هو نفسه الذي يمر علي المرة الثانية، رغم أنني في نفس النهر إلا أنه ليس نفس الماء. فبالتالي فنحن نرى أن التغير يحكم العالم ككل. فهو يقول بمبدأ الصيرورة. شو معناته الصيرورة؟ يعني صار، تحول، تبدل. حسب هيراقليدس الصيرورة هي جوهر الكون وحقيقته، ولا شيء يدوم على حال للحظتين متتابعتين مع اختلاف الطول والقصر الذي نلحظه نحن في الطبيعة. هذا فيما يخص نسبية التجربة. نروح الآن إلى أن هناك بعض العلوم لا تستعمل التجربة ولكنها تسمى علوما. من بين أهم العلوم التي نسميها علوما، ليس فقط نسميها علوما بل هي أيضا تحكم على علمية العلم التجريبي في حد ذاته، نجد الرياضيات. الرياضيات تمتاز بنتائجها اليقينية والدقيقة. تعرف الرياضيات من أهم العلوم والأكثر العلوم دقة ويقينا. إذن هي علم قائم بذاته ولكن لا تدخل للمختبر. ما نقدرش ندخل لنا تجربة، ما نقدرش ندخل لنا دالة معينة للمختبر ونتحقق من صحتها ونعاود نكرر عنها ونشوف ترى أو نغير لها ظروفها ونشوف. لا، الرياضيات ليست علما تجريبيا وإنما هي علم عقلي. رغم اعتمادها على منهج غير التجربة إلا أنها تسمى علما، فهي تعتمد على ماذا؟ على المنهج العقلي الاستنتاجي. إذن هي مجرد استنتاجات عقلية، فهي تمكن العالم من تحويل القيم الكيفية إلى قيم كمية دقيقة. كيف أستاذ قيم كيفية؟ لما مثلا تقول لي أنت أنا راني فرحان، هذه راني فرحان كيف؟ بصح نحوس نحولها إلى كم، نحوس نحولها إلى قياس. لما تجي تقول لي أنت إن الجو ساخن، هذه الجو ساخن كيف؟ لما نجيب الترمومتر ونقيسها نعرف الآن درجة الحرارة. وبالتالي ما تقول ليش إن الجو ساخن، قل لي كم تبلغ درجة الحرارة. شكون اللي يقدر يحول الكيفيات إلى كميات؟ إنها فقط الرياضيات، فهي التي تمكننا من ذلك. إلى جانب أيضا العلوم هذه نجد علم الأنثروبولوجيا. علم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان، هذا من أهم العلوم التي يعتمد عليها الكثير من العلماء، خاصة أنها اليوم الأنثروبولوجيا تعتمد هي الأخرى على مجموعة من العلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة وغيرها من العلوم الأخرى التي تدخل في تكوين وتركيب الأنثروبولوجيا. علم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان وهي علم يهتم بدراسة شكون؟ يهتم بدراسة البشر، تاريخهم، التطور، سلوكهم، وكيفية تكيفهم مع مختلف البيئات، تواصلهم، الطريقة اللي يهضروا بها، بناءاتهم، عاداتهم، تقاليدهم، قيمهم، كلها تدخل ضمن علم الأنثروبولوجيا أو كلها يدرسها الأنثروبولوجيا، تواصلهم واختلاطهم معا. وهي علم يقوم على الملاحظة. أستاذ الملاحظة نعرفها في التجربة، إيه حتى هنا نديروا الملاحظة، والملاحظة هنا أيضا ميدانية، يعني كيما تقوم التجربة على الملاحظة المباشرة. حتى هنا العالم في الأنثروبولوجيا يسعى دائما إلى الاقتراب من الموضوع تاعه، يعني يروح قبيلة معينة ولا شعب معين ولا يعيش في وسطهم ويشوف كيفه يبني وكيفه يتكلموا، كيفه شنو هو نظامهم القبلي، شنو هو نظامهم العقدي، يعني من مستوى العقيدة تاعهم، عاداتهم، تقاليدهم، قيمهم، أشياء كثيرة جدا، طبيعة لباسهم، من أين يخيطون اللباس تاعهم، أو ما هي مادة الصنع الذي يلبسون منها، أي ما هي الأواني والأدوات التي يستعملونها، ما هي الأسلحة التي يستعملونها، وغيرها من الأشياء. يعني يدرس كل ما يتعلق بتلك المنطقة من حيث البيئة ومن حيث الأفراد ومن حيث العادات والتقاليد والقيم. لهذا تشوف اللي باش عالم الأنثروبولوجيا يسعى أنه يربط نفسه بعدد آخر من العلوم.
الملاحظة الميدانية لمجتمع ما ودراسة شكل المنازل، طريقة البناء تاعهم، ملابسهم، المادة المعتمدة في حياكة هذه الملابس، نظم العائلة، هل هم يعتمدوا على الأسرة النواة، على الأسرة الممتدة، هل هم السيطرة للأم، السيطرة للأب داخل المنزل، أم السيطرة للجد وغيرها، وأيضا معتقداتهم وطقوسهم الدينية وغيرها. واحد المقولة يقولها إيريك وولف على الأنثروبولوجيا، هي مقولة رائعة جدا وتفهمنا وش هي الأنثروبولوجيا كعلم. يقول الأنثروبولوجي الشهير إيريك وولف: ليست الأنثروبولوجيا مجالا بحثيا بقدر ما هي ارتباط بين عدد من المجالات. كما كنت نقول لك هي عندها عدد من المجالات المعرفية الأخرى. إنها تاريخ من جهة، علم تاريخ، ومن جهة أخرى إنها علم طبيعي، يعني تدرس الطبيعة التي يرتبط بها أولئك الناس، ومن جهة أخرى هي علم اجتماعي، أيضا تلقاها تدخل في علم الاجتماع. ومن جهة أخرى تهدف الأنثروبولوجيا إلى ماذا؟ وتهدف الأنثروبولوجيا إلى دراسة الإنسان منين؟ من الداخل ومن الخارج. من الداخل ما يرتبط بالإنسان داخليا، ومن الخارج أي المحيط الخارجي ككل اللي كنا نتحدث عنه. وتعد طريقة للنظر وين في الإنسان، وطريقة للتنبؤ بمستقبله. أستاذ، احنا التنبؤ شفناه في مبدأ الحتمية. نعم، إذا كان قدرنا ندرس الإنسان، وقدرنا ندرس البيئة، وقدرنا ندرس العادات والتقاليد والقيم وغيرها من الأشياء اللي كنا نتحدث عنهم، رح نقدر نعرف المجتمع هذا كيف رح يكون بعد مدة من الزمن، رح نقدر نتنبأ بمستقبله. التنبؤ بمستقبله في آن واحد. الأنثروبولوجيا، شوف وش يقول، الأنثروبولوجيا هي أشد العلوم الإنسانية طبيعية، يعني جعلها من العلوم الطبيعية، هي أقرب العلوم الإنسانية إلى عالم الطبيعة. زيد هكذا فقط؟ لا، وهي أشد العلوم الطبيعية إنسانية. يعني حوس يقولنا العلوم الأنثروبولوجيا علوم إنسانية طبيعية وطبيعية إنسانية. حوس يقولنا كما هكذا إيريك وولف، إن العلوم، إن الأنثروبولوجيا هي أشد العلوم الإنسانية طبيعية، يعني من ناحية تشبيهها بعلم علوم الطبيعة، وهي أشد العلوم الطبيعية إنسانية، يعني اقترابها من الإنسان. هنا نفهم بلي باش الأنثروبولوجيا أيضا هي علم مهم جدا، يعتمد عليه الكثير من الخبراء والعلماء اليوم، أيضا تعتمد عليه الدول المستعمرة لما تحتل أي دولة، فهي تسعى أولا إلى معرفة كل ما يتعلق بعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم، لكي تطمس الشخصية هذه وتستبدلها بشخصية واحدة أخرى تتلائم مع الفكر الذي تريد أن تغرسه تلك الدول المستعمرة. وهكذا نشوف أن التجربة ليست مقياسا وحيدا لعلمية العلم. إذا أستاذ وش رح تقول لي في الأخير؟ رح نقول لك إن التجربة هي مقياس للعلم، خاصة إذا كان العلم مادي، ولكن لا تصلح التجربة في العلوم، كل العلوم، خاصة إذا كانت العلوم لا تعتمد على الجانب المادي وتعتمد على الجانب المعنوي أو الجانب الفكري. وبالتالي فلكل علم حسب المنوال تاعه وحسب الموضوع تاعه رح يختار المنهج ويحدد المنهج الذي يليق به. في الأخير نقول للتلاميذ اللي موش مشتركين في القناة يشتركوا في القناة ويضعوا لنا جام وتعليق، إذا كان عندكم سؤال أو شيء من هذا القبيل عندكم الفضاء تاع التعليقات، إن شاء الله نتمكن من الإجابة على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الأستاذ زراد فاضل، إلى لقاء آخر إن شاء الله.